بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى كل من دعا بدعوتهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدك رحمة إنك أنت الوهاب يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك, ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها توجس الملائكة خيفة من هذا المخلوق الذي أنبأهم الله تعالى عنه بأنه سيجعلوا خليفة في الأرض واستعلموا الله عز وجل اتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يريدون أن يفهموا لأن هذا المخلوق يختلف عن المخلوقات التي ألفوها فإذا كانت المخلوقات التي ألفوها مثلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون فهذا المخلوق الجديد خلقه الله عز وجل وزوده بالقدرة على الاختيار بين الأبداء التي تتاح له يمكن أن يفعل الخير يمكن أن يفعل الشر يمكن أن يؤمن يمكن أن لا يؤمن إلى آخر هذه الأضداد ولكن الله عز وجل جلب ملائكته ملائكته الاطهار قائلا لو اني اعلم ما لا تعلمون لان حتى الانبياء والمرسلين حتى العلماء حتى الصالحين حتى الشهداء سيخرجون سيكونون من بني هذا الانسان واذا كان منهم من يفعل ما اشرتم اليه ولكن سيكون منهم كذلك هؤلاء الصالحون ثم قال وعلم ادم الاسماء كلها لسائل يسال كيف انتقل هذا السياق من موضوع الى اخر وهل في القران اعتباط؟ ليس في القران اعتباط ولكن ما يفهم من هذا حينما اجاب الله تعالى الملائكه بانه علم ادم هذه الاسماء بمعنى ان الذي تتوجسون خيفه منه سيتجنب هذا الانسان بفضل العلم الذي سيكتسبه لانني خلقته وجعلته قادرا على ان يتعلم بمعنى ان الانسان خلقه الله تعالى على صوره عجيبه لا يمكن ان يتوقف عند حاله واحده وانما خلقه الله تعالى لينطلق بفضل العلم الذي زوده الله تعالى به اي زوده بالقدرات التي تجعله قادرا على أن يتعلم دائما وأبدا بدون توقف وسيأتي اليوم الذي سيسهل له العلم أمر تجنب هذه الموبقات التي أشرتم إليها لأن العلم هو الذي سيسهل التواصل بين البشر سيحقق الاتصال بين البشر والتعاون بين البشر والتفاهم بين البشر أي التعارف مثل ما نص عليه ذلك القرآن الكريم لتعارفوا وبواسطة العلم يتعارف هؤلاء الناس ويتبادلون المنافع ومثل ما ليس من الغريب ان تكون اول آية نزلت في القرآن الكريم هي الأمر بالقراءة اقرأ باسم ربك وفي هذا الامر فيه يعني دلالة على أن الله عز وجل وجه هذا الإنسان وأثار هذا الإنسان وكأنه أشعره بقيمة هذه القدرات التي أدعاه الله عز وجل في عقله ودعاه إلى توظيفها اقرأ باسم ربك الذي خلق بما أنت به أيها الإنسان وقرا باسم ربك لان العلم اذا لم يكن مرتبطا بالله عز وجل قد يؤدي الى شيء اخر العلم النافع الذي ينتفع بالانسان هو العلم الذي يقراه الانسان بسم الله والعلم الذي يسخره من اجل ان يفهم خلق الله اقرا اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بمعنى ان عمليه العلم او طلب العلم لا يمكن ان يتوقف عند حد ولا يمكن ان يتوقف عند زمان وعند مكان وانما طبيعته الاستمراريه ويخلق ما لا تعلمون علم الانسان ما لم يعلم اي ان الانسان يبحث من اجل ان يصل الى الحق الذي اقام الله عليه السماوات والارض ووجه نظر الانسان الى ضروره توظيف هذه القدرات من اجل ان يفهم نفسه ومن اجل ان يفهم العالم الذي يحيط به وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون ومن ثم نجده بان من اكبر النعم التي يذكر الله تعالى بها هذا الانسان هو هذه نعمه العلم النعمه التي اودعها الله تعالى فيه وهي هذه القدره على طلب العلم، على تحصيل العلم وقدرات الانسان العجيبه التي لا يعلمها الا هو لم يضع الله تعالى لها الحد. وانما دعاه الى ان يوظفها الى اقصى حد ممكن من اجل ان يتوصل الى ان يحصل على العلم ووضع تحت تصرفه هذا الكون جميعا من اجل ان يتعلم منه قل انظروا ماذا في السماوات والارض افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق لانك ايها الانسان حينما تفهم الخلق ستتوصل الايمان بالخالق وستتوصل وتتمكن من اكتشاف الحق بالحق ومن ثم نجد القران الكريم يذكر يذكرنا ويقص علينا الانبياء وما وهبهم من نعم العلم والحكمه كثير من الانبياء عليهم الصلاه والسلام ذكرهم الله تعالى وذكرهم الله تعالى وقال بانه اتاهم العلم واتاهم الحكمة, وأتهم الحكمه او الحكمه او وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل له وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وفضل الله العظيم على نبيه وعلى الناس جميعا هو هذه القدره التي منحهم الله عز وجل ليتعلموا ومن ثم فان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجه الله تعالى لان يطلب زيادة من هذا الشيء أو من ذلك الشيء في العمر أو في الأرض أو في الأرزاق أو في أي شيء من هذا القبيل. وإنما قال له: وقل ربي زدني وقل ربي زدني علما. لأن الإيمان مرتبط بالعلم، لأن الإنسان لا يصل إلى الإيمان الكامل إلا بواسطة العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فخشية الله ومعرفة الله ومعرفة هذا الكون الذي خلقه الله من اجل هذا الانسان لا يمكن ان يصل اليه الانسان الا عن طريق العلم انما يخشى الله من عباده العلماء وقد وضع القران هذه الثقة في هذه القدرات قدرات الانسان قدرات العقلية التي لا يعلم لا يعلم حدها إن كان له حد إلا الله عز وجل وليس أدل على ذلك أن الله تعالى أوكل أمر السماوات والأرض لهذا الإنسان وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا ومنح له السلطة التدبير في هذا الكون وتسير هذا الكون وعمارة هذا الكون وزوده بكل الصفات التي تؤهله للقيام بهذه الرساله لان الله تعالى بعدما خلقه وسواه ونفخ فيه من روحه زوده بالسمع والبصر والفؤاد وعلم هذا الانسان البيان وفطره على التوحيد ومكنه خاصه من توارث العلم بواسطه القراءه والكتابه لانه ليس هناك علم بدون قراءه وليس هناك قراءه بدون كتابه ولهذا من الايه الاولى التي نزلت في القران الكريم يشير الله عز وجل الى هذا المنهج اقرا وربك الكرام الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فالعلم اذا هي قضيه الاجيال المتعاقبه كل ما اكتسبه جيل يجب ان يرثه جيل بعده والجيل الذي ياتي بعده يجب ان يضيف الاشياء التي سيرثها الاجيال سترثها الاجيال التي تلحق من بعده يعني العلم يتوارث من جيل الى جيل الى جيل الى, جيل إلى ان يرث الله الارض ومن عليها فهذا التنبيه الأول الذي نزل به القرآن يقرأ باسم ربك الذي خلق هو إشعار لك أيها الإنسان من أجل أن تدرك قيمة هذه القدرات التي أدعاه الله عز وجل في عقلك والتي جعل كونه ميدانا لتطوير هذه القدرات ولوضعها ولوضعها من اجل تحت... وت... وتوظيفها من اجل ان تفهم ما في نفسك وان تفهم ما في هذا الكون الفسيح علمني الله واياكم العلم النافع الذي بواسطته نتمكن من فهم ما خلقنا الله عز وجل من اجله وما دُعينا إلى تحقيقه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.